أنا رايح أستد ابني، واللي عنده كرامة وين ما لقي يهودي يذبحه بالعربي الفصيح، لأنهم بذبحوا فينا بدون ولا حاجة، بملدوا فينا هيكذ. وهذه الأرض أرضنا، وهذه البلاد بلادنا، واجونا من كل الدول، ولا قدر ياسر عرفات يطردهم، ولا قدر عباس زكي يطردهم، ولا حدا قدر يحكي معهم. إنه غضب أم فقدت ابنها وفلذة كبدها وقطعة من روحها، فلا شيء أصعب من شعور الأم حين تفقد ابنها. إنها والدة الشهيد إبراهيم عوض الذي ارتقى متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الخميس الماضي، حيث أطلق عليه جنود الاحتلال النار خلال المواجهات التي شهدت الخليل. الرسالة للعالم، هذا شهيد الأقصى وشهيد فلسطين، وطلب يلحق بأولاد عمه شهداء اللي هو جعفر وتيسير وزياد عمر عوض، كانوا شهداء لهذه البلاد ولهذا الأقصى ولهذه الديار الفلسطينية المقدسة. وتعالت الأصوات خلال تشييع الجنازة التي وحدت جميع الفصائل الفلسطينية للتنديد بجرائم الاحتلال وممارساته الإجرامية ضد الفلسطينيين، لا سيما قتلهم بدم بارد كما حصل مع الشهيد هديل الهشلمون التي أعدمها جنود الاحتلال وسط الخليل لرفضها خلع حجابها. وتحولت مسيرة التشييع إلى مواجهات حادة امتدت من مداخل بيت أمر لتبلغ مناطق مختلفة في محافظة الخليل، فلا قنابل الصوت ولا الغاز السام ولا حتى الرصاص منع الفلسطينيين من التعبير عن غضبهم وسخطهم على الاحتلال. يتضح منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضم أحزابا يمينية متطرفة أنها تسعى إلى قتل الفلسطينيين وتهويد أرضهم ومقدساتهم، على ما يبدو فإنها لم تتعلم من تجاربها السابقة مع الفلسطينيين أنهم يقدمون دماءهم فداء لأرضهم ومقدساتهم. لتلفزيون وطن، ألاء عواودي، الخليل.